عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حط لايك واكتب لي الكومنت الجميل بتاعك لان كومنتاتكم بتحفزني جدا ان انا انزل لكم فيديوهات اكتر. وما تنساش تتابعني على الانستجرام وعلى الفيسبوك، والروابط موجوده في صندوق الوصف، والتيك توك، وعلى قناه الشورتس درغام شورتس هتلاقوا برده الرابط في صندوق الوصف. واكتب لي رايك في رسمه النهارده واللايك السريع وشوف واللايك السريع واللي هيرسم معايا رسمه يبعت لي رسمه على حسابي على الانستجرام وعلى الفيسبوك، الروابط موجوده في صندوق الوصف. جاهزين؟ يلا بينا. فيديو جديد ورسمه جديده، وفيديو فعلا الوانه رهيبه جدا، هتحبوه جدا. حضروا نفسكم، هنرسم زي ما انتم شايفين شكل الفضاء، هنعمل المركبه الفضائيه، طبعا الصاروخ اللي بيكون في الفضاء، وهنعمل كام كوكب كده. طبعا ده خطا الناس بتقع فيه في الرسم بتاع الصاروخ، طبعا ما بيكونش بالعرض ده قوي، لازم نعمل زي ما انتم شايفين يكون قريبين من بعض شويه عشان نعرف نكمل العناصر بتاعت الرسمه. عملت زي ما انتم شايفين شكل كده زي المثلث، وعملت دايرتين تحت بعض او جوه بعض عشان يدونا الشكل بتاع الشباك او بتاع النافذه بتاعه الصاروخ. وبكمل الخط طبعا، وزي ما انتم شايفين بخطط تخطيط خفيف ليه، عشان يديني الخطوط اللي انا اقدر امسحها لو في اي خطأ او اي تعديل عايز اعمله. زي ما انتم شايفين بنعمل الجناحين اللي بيكونوا تحت بتوع الصاروخ، وبعمل برضو من تحت في الصاروخ كده الجزء اللي هو بيكون اللي بيطلع منه النار بالطريقة دي. طبعا زي ما قلت لكم لازم تخطيط خفيف عشان احنا هنمسح في الرسمة دي. الرسمة فيها شوية تفاصيل، الوانها حلوة جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين رسمنا اللي بيكون برضو زي الجناح الثالث للصاروخ. ودلوقتي هنعمل شكل النار، ولكن هنعمل شكل النار يكون حلزوني كده شوية او مايل شوية عشان يدينا ان النار بتكون قوية في الصاروخ ويكون مايل شوية بالطريقة دي. طبعا بمسح لو في اي حاجة عشان انا مخطط تخطيط خفيف، لكن لو انا مخطط تخطيط تقيل مش هعرف امسح ومش هعرف اعدل على الرسمة. ببدأ ارسم النجوم. النجوم دي بتكون عبارة عن مثلثات زي ما انتم شايفين، مثلثات بسيطة قوي. وببدأ اعمل الكوكب، بيكون عبارة عن دايرة وجواه خطوط كده، طبعا اعمله نفس الخطوط لان المنظر بتاعه بيبقى جميل قوي زي ما انتم شايفين. واعمل كوكب تاني اصغر منه يكون صغير كده، واعمل فيه خطوط مايلة بس مش اكتر، يعني ما فيهوش تفاصيل خالص. وبعد كده بعمل نجمة زي ما انتم شايفين، نجمة كبيرة. طبعا التفاوت في الاحجام مهم، ما نعملش النجوم كلها نفس الحجم، نعمل واحدة صغيرة واحدة كبيرة كده زي ما انتم شايفين. طبعا النجمة بتكون عبارة عن مثلث فوق، مثلث يمين، مثلث شمال، ومثلثين تحت، واحد تحت على اليمين وواحد تحت على الشمال. عملت دوائر صغيرة كده في الجزء اللي قدام في الصاروخ. طبعا عايز اعيد على الحتة دي بس عشان اظبطها اكتر، فعادي بمسح اهو بكل بساطة وبكل سهولة. وهنا بمسح الحتة دي عشان طبعا يبان المنظر الخارجي، ما ينبقاش الجزء اللي هيطلع منه النار موجود جوه الجناح، لازم الجناح يبقى منفصل عن الجزء ده عشان نعرف نلون بسهولة. طبعا هنخش في مرحلة التلوين. مرحلة التلوين لازم تكونوا متأكدين 100% ان انتوا خلصتوا التخطيط، لان يعني التخطيط مهم ان احنا نكون مخلصين وعشان نعرف نعمل اي تعديل احنا عايزين. لكن لو مش متأكدين 100% فاستنوا لحد ما تخلصوا تخطيط، لان التلوين صعب بالمسح فيه وصعب التعديل. ناس كتير بتشتكي وناس كتير بتبعت لي على الانستجرام، فانت لازم بعد ما تخلص الرسمه تبعتها لي على الانستجرام او على الفيسبوك، الروابط موجوده في صندوق الوصف، لازم تكون متابعني هناك. اعمل لي فولو، بنزل تحديات قويه قوي 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 قوي، تابعني هناك. ولازم تبعت لي الرسمه اول ما تخلصها هناك، وهقول لك على اخطاء بسيطه تعدلها تفرق معاك جدا. في ناس كانت بتبعت لي ان هي لونت واتسرعت فمش عارفه تعدل. دايما بقول لكم في كل فيديو يا جماعه ما تلونوش بسرعه، ما تستعجلوش في التلوين، التلوين خلوه ياخد وقته، والتخطيط برضو ياخد وقته. خدوا راحتكم في الرسمة، لان الرسم محتاج هدوء ومحتاج تركيز، محدش بيجري ورانا واحنا بنرسم. زي ما انتم شايفين عملت باللون البرتقاني المايل للاحمر، خلي بالكم البرتقان المحمر ده شوية، بدأت الون بيه الجناح بتاع الطيارة والحاجات دي كلها زي ما انتم شايفين. طبعا الجسم بتاع الطيارة نفسه هخليه باللون الابيض بالطريقة دي اهو. طبعا امشوا خطوه بخطوه، محدش يستعجل، وتابعني على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك،
وعلى قناة درغام شورتس، قناة الفيديوهات القصيرة اللي هننزل عليها تحديات، وبننزل اصلا عليها تحديات، ونازل النهاردة عليها تحدي طبعا كنت قلت في ستوري على اليوتيوب هنا. فانت لو مش مشترك في قناة درغام ارت اللي انت بتتفرج عليها الفيديو ففايتك كتير جدا. اشترك في القناة وفعل زر الجرس، بنزلك فيديوهات كتير عن رسومات كتير، وفي نفس الوقت بعلمك ازاي ترسمها باسهل الطرق، ولو ما عندكش الادوات تقدر ترسمها باسهل الادوات وادوات موجودة في كل بيت. فاشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل 14,000 مشترك في اسرع وقت. زي ما انت شايفين لو انت الكوكب اللون الاخضر والازرق اللي تحت، والكوكب اللي فوق لو انتوا بالبنفسجي بالدرجات بتاع البنفسجي، ولو انت النار باللون الاصفر الخط الكبير باللون الاصفر، والدايرة اللي جوه في النار باللون البرتقاني المحمر زي ما انت شايفين. دلوقتي مرحلة التخطيط دي لازم تكونوا متأكدين ان انتوا خلصتوا تلوين عشان تعملوها، لان التخطيط التقيل ده برضو صعب ان احنا نعدل فيه بعد ما نخلص. نفس القلم اللي انا خططت بيه تخطيط خفيف ببدا اتقل ايدي شويه وابدا اخطط تخطيط تقيل، فعشان كده بيديني المنظر ده. بحس طبعا الرسمه بتبقى اقوى شويه واوضح، بكون عارف نهايه الرسمه فين واولها فين، ما بتبقاش الالوان سايحه. فعشان كده بحب اخطط الرسمه لو كرتون طبعا، لان الواقعيه لا احنا ما ينفعش نخطط الواقعي، او ما ينفعش يعني هو الافضل ان احنا ما نخططش الواقعي، ما عدا في رسومات كده بسيطة ممكن تتخطط، ولكن الأغلب الكرتون هو اللي بيكون حلو في التخطيط. زي ما انت شايفين طبعا في التلوين لازم القلم يكون مبري كويس ونلون في اتجاه واحد. لو هتلونه بألوان في الماستر، وانا بفضل الألوان في الماستر في حاجات الكرتون، لو ما فيش اي تدرج في الألوان فانا بفضل الألوان في الماستر. الألوان في الماستر اهم حاجة ما نلونش على منطقة واحدة اكتر من مرتين، ونحاول على قد ما نقدر نلون في اتجاه واحد. زي ما انت شايفين بخطط اهو كل حاجة في الرسمة بالطريقة دي، تخطيط بالقلم الرصاص الـ HB الجميل بتاعنا اللي موجود في كل بيت. طبعا مش لازم يبقى ستيدلر، مش لازم يبقى فيبر كاسل، المهم يكون اي قلم رصاص عندكم، اي قلم رصاص تقدر ترسم بيه. الرسم محتاج رسم كتير، اتابع الفيديوهات معايا وارسم كتير، وابعت لي رسمه على الانستجرام او على الفيسبوك مستني، وما تنساش اللايك. ودي كانت رسمه النهارده، ده كان فيديو النهاردة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات تحت، مستني رأيكم لان رأيكم بيهمني جدا جدا جدا. وبعت لي رسمة على حسابي على الانستجرام او على الفيسبوك، الرابط موجودة في صندوق الوصف. بعمل لك زي الكورس المجاني، انت مش محتاج حاجة اكتر من كده، محتاج نصايح ومحتاج رسم كتير. بعمل لك فيديوهات كتير عشان نصايح، وبعمل لك التطبيق الانستجرام والفيسبوك عشان تبعت لي واقول لك على نصايح تعملها. فانا عامل لك الاثنين، ما قدامكش حاجه، فاضل انت ترسم بس. اشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامه.